يا طيب شوكم، هذا الستوري موجه لسعادة السفير البريطاني ستيفن هاكي بالعراق. سعادة السفير دا أشوفك تسوي دولمة وخبز وكباب. هاليوم أنا جايب لك تحدي، أنا ببريطانيا سويت جدر قيمة جبار، أريدك أنت بالعراق تسوي لنا جدر قيمة على الطريقة النجفية من هذا المرتب. أوكي ها، ولا تنسى من تخلي فوق قاطن ملح، مهم هاي كلش. أعتبر هذا تحدي وانتظرك أنا في مالا. شلون صحة شيف شاهين؟ أني حيل معجب بفيديو حات الطبخ مالتك وفرحان بتحدي الطبخ الكيمة. راح أحاول أسويها بطريقتك وأحكي لك إلى يسير بعدين. ادعي لي. خلي نبدي. مرحبا، اليوم أنا راح أحاول أن أطبخ الكيمة بعد تحدي من شيف شاهين. خلي نبدي. أنا دفت الزيت، وبعدين أغسل. هسه راح أضيف طن ملح، هيا ريحة طيبة. وهسه راح أضيف المعجون. على مود النكهة أضاف بعض الأذان. أنا راح أستعمل الحمص المعلب لأنه ما عندي وقت كتير. آسف. وهسه أنا أضيف الحمص. في حمص كتير. للأسف اليوم ما عندنا تطباخ. لكن هم يقولون أن الحاجة أم الاختراع. فأنا راح أستعمل هذا اليوم. هذا كلش متعب. أنا راح أجرب. طيب هاي علامة الجودة يا شيف شاهين. اللحظة الحاسمة. Yes.